السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. جماعة عشاق الايباد من شركة ابل. طبعا هذا الايباد انا دائما احب الايبادات من ابل. ليش؟ لان ينطيك المعالج القوي، الشاشة الكبيرة، الادوات اللي تنطيك اياها شركة ابل بالايباد اكثر من الايفون. فدائما ارغب الايباد، بس هو اكو اشياء تنقصني به فما اقدر استخدمه استخدام شخصي. التزريبات، اكو تزريبات تذكر انه شركة ابل راح تعلن عن جهاز الايباد الميني 6. هذا الكثير يعني يرغب انه ياخذ اجهزة اجهزة ابل الايباد من سلسلة الميني. سلسلة الميني دائما تجيك مواصفاتها حلوة، وسعر دائما تجي ابل ما تغلي بيها. نعم هي اجهزة ابل كلها غالية كسر في جمع، لكن اكو بعض الاجهزة تنطيك بها سعر بمرونة نوعا ما. الغريب انه الشركة راح تنزل مو بس 60 هرتز، راح تنزل ال 120 هرتز، وراح تخلي خيار ما بين 120 هرتز و 60 هرتز. طبعا هاي على مود تحافظ على حجم البطارية. البطارية بهذا الجهاز ما ذكرت بالتسريبات، لكن قريب ال 8000 او 10000 ملي امبير. هذا الجهاز راح يجي بمعالج من ال A14 من ابل، A14 بايونيك، واحد من المعالجات القوية بالنسبة لشركة ابل. وما اعرف شركة ابل ليش مستقتلين على هذا المعالج، يعني يقول لك يطق اداء سريع، ولحد الان ابل ما تعرف اقوى ذاكرة عشوائية مخليت لك اياها 6 جيجا. وهذا الجهاز ممكن راح يجيك بذاكرة عشوائية 6 جيجا مع 64 او 128، راح يجيك بذاكرتين من الذواكر الداخلية. يعني هذا الجهاز دائما اللي يحبون الرسم، يحبون يستخدمون ايبادات، يستخدمون الالعاب، هواي اكو ناس ادها اتجاه نحو الايباد من شركة ابل بالمتانة القوية المصنعية الممتازة الموجودة. الحوافر راح تكون بشكل مستطيل نفس الايفون 12، مع زر البصمة راح يكون بالطول، مع انه زر البصمة هاجمته قبل فترة شركة ابل، لكن راح تعيده بهذا الجهاز. راح يكون زر البصمة بالجانب، ما راح يكون لا زر الامام ولا، لان الشاشة راح تكون حافة صغيرة الحواف نوعا ما، لكن موجودة البصمة بالحافة. يعني هذا الجهاز راح يمتلك بصمة 120 هرتز، شاشة 8.4 تقريبا، وهذا الجهاز يجينا معالج الـ A14. الكاميرا ما تحدثت عنها التسريبات، لكن اقصى حد راح تكون 8 ميجا بكسل او 12 ميجا بكسل كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه. بروز الكاميرا ما كان واضح للكاميرا الاماميه. طبعا هذا الجهاز شوكت راح يعلن عنه، هذا الجهاز ما ندري بالضبط شوكت راح تعلن عنه الشركه، لكن كل التوقعات تشير الى انه بعقد المؤتمر مال ابل بشهر 9 اللي راح تعلن عن الايفونات والايبادات تقريبا بنفس المؤتمر. هذا الجهاز راح يكون بواي فاي، فقط نسخة الواي فاي ونسخة السيم كارت، فهذا كله معروف عن شركة ابل واتجاهها بالنسبة للايبادات. هذا الجهاز كسعر ما محدد لحد الان، لكن انا اتوقع فوق ال 400 دولار، فوق ال 400 دولار. يعني شركة ابل دائما بوم بالاجهزة والاسعار الايبادات. اذا انت مهتم او تدور اجهزة من ابل ومواصفات قوية، طبعا هي الشركة تنطيك صحيح سوفت وير راقي ومنتظم وثابت ما بيه مشاكل كبيرة، الحماوة قليلة، الاداء سريع جدا مع ما المواصفات مفتقرة. اليو اس بي تايب سي راح ممكن يجي بهذا الجهاز، ممكن انه راح يكون اتجاه شركة ابل كلها على يو اس بي تايب سي، حتى تنزل بالايفونات، لكن لحد الان ماكو شيء رسمي من الشركة. نهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو. الايباد ميني 6 واحد من الاجهزة الممتازة اذا كنت انت مهتم للايبادات من شركة ابل. تحياتي لكم، وياكم مرتضى الجليحاوي.